ورجعنا لكم تاني علشان نكمل حلقتنا. ودلوقتي الكلام طبعا اكتر حاجة شغلانة، الصيف داخل علينا، عكينا كتير الفترة اللي فاتت، رمضان في اعياد، في شم نسيم، في اكل بيلخبط، في كيلوات ما بنعدش، يعني الميزان بيشتكي، لان احنا نلحق نفسنا بسرعة، في الصيف داخل علينا، عايزين نظبط وزننا. ولو سيبنا برضو الكلام ده كله على جنب، فصحتنا، صحتنا مهمة قوي يا جماعة، وان انت تاخد بالك من اكلك ده بيرفلكت بعد كده على وشك وعلى جسمك وعلى صحتك وعلى عظمك وعلى كل حاجة. فعشان كده لو انت شايف ان انت مش عارف تظبط الدنيا مع نفسك، يبقى انت محتاج تسمعنا كويس وتسمع كلام ضيفنا اللي منورنا النهارده، دكتور شهاب كمال، دكتور في التغذية العلاجية وتغذية الرياضيين تحديدا. نور يا دكتور. ازيك يا دكتور؟ منورنا في عيش سعيد. نورك، ربنا يخليك. ازيك؟ طبعا يعني الانترو عظيمه، اللي هو كيلوهات ما بعدش يا جيمي، واحنا فتره فعلا اعياد كانت مناسبات كتيره قوي ورا بعض، وفجاه هوبا قلعنا الشتوي ويلا داخلين على الصيف. وفي ناس كتير بيبقى عندها حاله، ايه ده انا كنت عاكك قوي الفتره اللي فاتت، كحكه على مش عارفه غريبه، على رمضان، على كنافه، على فسيخ، على رنجه، فعايزه ارجع تاني اون تراك، عايزه ابتدي تاني ان انا واحده واحده ابتدي اكل اكل صحي، استمر في اكل محترم كده يعني يليق بجسمي، وارجع تاني ادخل في المود. انا بحس اللي هو الحياه او الهيلثي لايف ستايل هي انا بدخل في مود خلاص، انا هيلثي لايف ستايل اون، فهي بحسها طالعه صعبه شويه، بس في نفس الوقت هي بسيطه، يعني بلاش نصعبها على نفسنا. فابدا واحده واحده ازاي ارجع للمود الطبيعي، بعيد بقى على كل العك اللي انا عكيته ده؟ طيب، هو اولا لازم كل شخص اولا يبقى متقبل فكره ان هو مسموح له يخرج بره النص كل فتره، بره فكره المنظومه الصحيه او بره فكره الدايت والتمرين، مسموح له فتره ان هو يعك فيها، الدنيا تبوظ منه، زي فتره رمضان، فتره الاعياد، المناسبات، وهكذا، زي اي حاجه في الدنيا. احنا الفكره بس ان الناس دايما بتسعى انها تطبق فكره الاول اور نان في الدايت بالذات، يمشي عليه ستريكت 100% وكل حاجه تبقى صح، يا اما اضربها خالص وكل حاجه تبوظ مني. ده ما ينفعش يتطبق، ده على كل جوانب الحياه. طبعا. يعني حتى في الشغل، هدي بس مثال تشبيه، يعني احنا في الشغل مثلا الناس اللي بتبقى فتره مركزه جدا في الشغل 100%، ممكن يقضي ساعات عمل كتيره على مدار الاسبوع وهكذا، وبيلاقي نتيجه كويسه، ممكن يجي فتره بعدها يجي يشتغل 50 60 70% تركيز بس بيمشي الدنيا، يجي فتره يقوم مسافر فتبقى 0% التزام، بس عمره ما يجي بعد السفر اللي قعده اسبوع او اسبوعين ده ماجز وراجع اشتغل تاني يقول لك انا مش عارف ابتدي تاني. لا، هي فترات، خلاص كل فتره بيبقى ليها التزام عالي متوسط وقليل وهكذا، بس في الاخر انت كل خطوه بتعملها بتفرق معاك على مدار اسابيع وشهور وسنه، بتيجي في اخر السنه تيجي تبص على اللي انت عملته، لا انا التزمت معظم السنه ففي نتيجه بوزيتيف اتليست، مش هسيب الدنيا خالص ولا التزم 100% ويبقى ده بس اللي موجود قدامي. فبالنسبه لاي حد عايز يفكر يرجع تاني للمنظومه الغذائيه والدايت وهكذا، لازم اول حاجه يتقبل ان هو عادي اللي حصل ده، ويتقبل ان هو ممكن يكون زاد والدنيا باظت منه، ويبتدي تاني يرجع. ممكن يبتدي بخطوات بسيطه، ممكن يبتدي تاني يرجع الجيم او التمرين من يومين ثلاثه في الاسبوع، يبتدي مش مشكله يبتدي يهتم الاول بوجبه الفطار، وممكن لو غصب عنه الدنيا باظت على اخر اليوم مش يقول لك بقى خلاص انا فشلت ومش عارف التزم في الدنيا، لا يبقى بكره ابتدي تاني كل مره يوم ويوم ورا يوم، هيجي على بعد اسبوع واتنين التزامه على اخر اليوم بيبقى ازيد اكتر كل مره. ممكن مثلا يبتدي اول خطوه ان هو يبتدي يظبط الاكل بتاعه من حيث التسويه بتاعته، يعني ما يجي يطبخ مثلا اتليست يطبخ بدون دسم، لا سمنه ولا زيت ولا زبده، ياكل الاكل بتاعه كله مشوي او فراير او فرن او مشوي، ياكله مشوي او مسلوق بدون ما يستخدم دسم، مش لازم بقى نروح بقى حاجات الفرايد والمقليه ونقعد ناكل في حاجات ايه جانك فود وفاست فود وهكذا، يبعد عن الحلويات على قد ما يقدر. يبتدي يختار كواليتي من الاكل كويسة، ما تعملهاش بروسيسنج او ما تعملهاش اعادة تصنيع كتير، يعني مثلا يبعد شوية عن منتجات الدقيق، المكرونة والعيش، المخبوزات كلها وحاجات زي كده، ياخد الرز والبطاطس كنشويات مثلا، يشرب سوري يبتعد عن شرب العصائر لكن ياكل الفاكهة زي ما هي بالفايبرز بتاعتها حتى عشان تشبعه بشكل احسن، يزود من كميات البروتين بتاعته. مشكلة كبيرة جدا بنواجهها ان الناس ما بتاكلش بروتينز بكميات كافيه، هو بالنسبه له ياكل بروتين في الغداء وكده شكرا، ده ايه اكله اصلا. لا، احنا البروتينز محتاجين ندخلها
تقريبا كل 5 ساعات في اليوم. وبعدين بروتين نقدر ناخده من مصادر تانية كتير غير الفراخ واللحمه. غير الفراخ واللحمه الحقيقه بالظبط، هو البروتين ليه مصدرين، مصادر حيوانيه ومصادر نباتيه. المصادر الحيوانيه اللي هي زي الفراخ والاسماك او الدواجن والاسماك واللحوم الحمراء والبيض واللبن والاجبان والزبادي، دي المصادر الحيوانيه. وفي مصادر نباتيه اللي هي البقوليات والخضار والحبوب وهكذا. بس دي فيها مشكله، اولا بيبقى البروتين فيها بيبقى قليل وبيبقى مقترن بكميات نشويات عاليه، فانت عشان تحصل على الكميه اللي انت عايزها من البروتين بتاخد معاك كميه نشويات عاليه ممكن يكون مش محتاجها. بس في الحاله النحافه مثلا بتحتاج تاخد البروتينات النباتيه اكتر من الحيوانيه صح؟ لا لا لا، عشان انا محتاجه برضو حاجات غير احنا ساعتها هناكل الحاجات دي عشان عايزين منها النشويات مش بتارجت البروتين اللي فيها. أوكي. المشكله الثانيه في البروتين النباتي ان هو بيبقى غير كامل، حاجه اسمها انكمبليت بروتين، ما فيهوش ال 20 امينو اسيد اللي بيكونوا البروتين بتاعنا اللي احنا محتاجينهم، بيبقى فيه اقل من ده، فدي مشكله. المشكله الثالثه هضمه وامتصاصه بيبقى اقل من البروتين الحيواني طبعا. فالبروتين الحيواني ليه مميزات اكتر بكتير من البروتين النباتي. مفيش معانا ان احنا ندخل ميكس من الاثنين، ساعات لما بندخل كذا نوع بروتين نباتي مع بعضه بيبقى كومبليت بقى، بيدخل لي كل الاحتياجات من الامينو اسيدز. اشهر وجبه في الموضوع ده وجبه الكشري، بنيجي ندخل الحمص مع العدس، ده هنا الامينو اسيد اللي ناقص هنا، الحمض الاميني اللي ناقص هنا والحمض الاميني اللي ناقص هنا، لما بيجي تدخل دول على بعض بيبقوا كده مكتملين، فانت دخلت يعتبر بروتين كامل يعني. حلو قوي كده، احنا عرفنا نبقى واحده واحده ازاي نرجع اون تراك، وفي نفس الوقت مش يلا حالا انا مش هاكل وهقطع كله، لا ناخدها تدريجي. بالظبط، لازم اتقبل الفكره دي، احنا عادي براحتنا، مش لازم نلتزم 100% في الاول يعني. نتكلم عن الرياضيين، بما ان حضرتك متخصص في تغذيه الرياضيين، فهم اكيد بيحتاجوا نظام مختلف عن الشخص العادي اللي عايز يمشي يومه بدايت سيستم على اساس بقى هيخس او هيتخن او عايز يفضل باكل صحي معين. لا، الرياضيين بيهتموا اكتر لا بزياده وزن ولا بنحافه، هم عايزين يمشوا على التراك الصحي بس، صح؟ مظبوط. طيب هو الحقيقه تغذيه الرياضيين الناس بتلخبط بينها وبين التغذيه بتاعه السمنه والنحافه. اللي نازل جيم واللي نازل يزود عضلات وينزل دهون ويعمل فورمه وشيب حلو وهكذا، دي اسمها سمنه ونحافه، لكنها تغذيه سمنه ونحافه مقترنه بالتمرين عشان اقدر احافظ على عضلاتك وانزل دهونك بس، او لما اجي ازودك لو انت شخص نحيف ازودك عضلات وما ازودكش دهون. دي مالهاش اي علاقه بتغذيه الرياضيين. تغذيه الرياضيين دي هي تغذيه ليها مسمى تاني، تغذيه الاداء الرياضي، هدفها ان انا ازود الاداء الرياضي بتاع اللعيب في لعبته. حلو قوي. بتبقى مع رياضيين محترفين، مثلا لعيب كوره، لعيب باسكت، لعيب الكاراتيه، لعيب تنس، ازود اللي هو ياكل ايه قبل التمرين فيدي مستوى حلو بالزبط. في التمرين طاقه، بعد التمرين بوست على طول اخد ايه بالظبط كده يعني. هو الهدف من التغذيه دي ان هو يؤدي احسن ما عنده كل مره في الماتشات او في التمرين. احاول دايما بالنيوتريشن، في طرق كتيره جدا بتستخدم، ازود فتره تحمله، ازود السبيد بتاعته، ازود الباور بتاعه، ازود التركيز بتاعه وهكذا. لذلك التغذيه الرياضيين دي ليها كذا هدف، اول واحد تزويد الاداء بتاع الرياضيين، اثنين نقلل معدلات الاصابه بتاعت اللعيبه ديت، ثلاثه ساعات بنضطر نعمل موديفيكيشن في نسبه الدهون بتاعتهم، هنا بقى دخلنا حته سمنه ونحافه في التغذيه الرياضيين. تزويد الكتله العضليه يعني؟ بالظبط، يعني في فتره كده مثلا اللي هي البري سيزون قبل ما نبدا الانسيزون بتاعنا، بنيجي اللعيب ده مثلا محتاجين نزود لك السترينس والبار بتاعك، فهنضطر نعمل لك بروجرام نزود لك بيه العضلات. حلو قوي. او لعيب تاني زايد شويه على ميزانه، لو كان بيلعب رياضه ليها علاقه بالوزن، او حتى بيلعب رياضه مالهاش علاقه بالوزن بس هو تقيل، حركته تقيله، لان الدهون العاليه بتخلي حركتك بطيئه وبتبطر اسرع اداك، فبيبتدي ينزل لك الدهون بتاعتك. فتغذيه الرياضيين ليها كذا هدف. انا ممكن اشرح مثال يوضح قد ايه فكره تغذيه الاداء الرياضي دي بتفرق مع اللعيب. يعني احنا مثلا لسه طالعين من رمضان قريب، الناس اللي في رمضان لما تيجي تنزل تتمرن وانت صايم، هتشيل نفس الاوزان؟ لا طبعا، اللي انت كنت بتشيلها وانت بتاكل عادي، ولا نفس الطاقه ولا نفس النفس ولا اي حاجه. اصل انا جربت اعمل الموضوع ده اتمرن قبل التمرين، لا يعني الموضوع صعب قوي، عايز حد متعود قوي، او حتى لو حد متعود حتى لو حد متعود بيتعب بالظبط، بس بعد التمرين لا، الميه والاكل ليهم طبعا لا في نشويات تديك طاقه ولا في ميه تساعدك طبعا.